Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Robiah Aulia Mahmudah, berasal dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Santri sehat, Indonesia kuat. Winsa Jaya, Smart, Pious, Honorable Nation. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Di sini saya akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai dengan 11 dengan irama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatsnu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
Wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim.